وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. أحسن الله إليكم، نستهل هذا اللقاء بارك الله فيكم بهذا السؤال أو هذا الطلب من أحد الأخوة المستمعين الكرام الذي يقول أنا أحد الشباب، فبماذا تنصحونني وتنصحون أيضا الشباب، وماذا يجب على المسلم عند الفتن وخاصة في هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوصيك ونوصي جميع شباب المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى وحفظ شبابكم مما يلوثه ويفسده عليكم، وذلك بلزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، مصاحبة الأخيار الذين تقتدون بهم في الخير ويعينونكم على الخير، تتجنبون مصاحبة الأشرار الذين يجرونكم إلى الشر. المصاحب له تأثير على مصاحبه، كما قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وكما قال الشاعر الآخر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فعليك أن تختار الصحبة الطيبة، وعليك أيضا أن تتعلم أمور دينك، تحرص على تعلم أمور دينك وما يصحح عقيدتك وأمور صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك، تتعلم أركان الإسلام لتتقنها وتؤديها على الوجه المشروع. فعليك أن تنضم إلى سلك التعليم في المدارس والمعاهد والكليات أو في حلق الذكر عند العلماء في المساجد، أن تحرص على ذلك. ونوصيك أيضا بالمبادرة بالزواج إذا كنت تستطيع ذلك وتخاف على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجع. نوصيك بتجنب متابعة فضائيات ووسائل النشر التي تنشر الأمور المخلة بالشرف وبالعقيدة وبالدين. انظر واسمع واقرأ فيما ينفعك، تجنب ما يضرك من هذه الأمور. فنحن الآن في زمن فتنة عظيمة تبثها وسائل الإعلام، فعلينا أن نتقي وننتقي، نتقي الله سبحانه وننتقي منها ما فيه فائدة ونترك ما لا فائدة فيه. نعم.